واحد من الشخصيات المحترمه جدا. هو بصراحه نادي الاتحاد السكندري كله شخصيات محترمه جدا بصراحه، من اكتر الانديه اللي عنده مجلس اداره كل الاسماء فيه اسماء منوره واسماء محترمه جدا وبتحب ناديها. واحد منهم هو الاستاذ محمد احمد سلامه، عضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري، معايا عبر الهاتف الان. يا فندم مشرف ومنور. يا رب يخليك استاذ كريم، ربنا يخليك انت المشرف ومنور، ومشكرين على الكلام الجميل. لا اقل من حقكم، اقل من حقكم دايما يعني. طمنا بقى على الاتحاد في الموسم الجديد بشكل عام، الاتحاد شايفينه كده ايه؟ كل يوم والتاني في صفقه حلوه، واضح ان الاتحاد داخل بتقله الموسم ده. والله الحمد لله، يعني الناس ما كانتش صابره بس شويه الاول، وكانوا بيتكلموا على اساس ان اول ثلاث صفقات كانوا من الدرجه الثانيه. كان احمد غنيم وهاني الطومي وعمرو صالح. بس هو يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الموضوع بدا يتظبط، خاصة انت عارف يعني الـ كل اللي احنا شغالين عليه بيلبي كل طلبات الكابتن طارق العشري، اللي طبعا بحب اشكره جدا على المجهود الرائع اللي هو عامله في الفترة اللي فاتت. يعني كاد يكون الراجل ما بيروحش بيتهم، يعني تدريبات الصبح، تدريبات بعد الظهر، يعني عايز اقول لك والله يعني ناقص بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى معاه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويكتبنا خير. الابرز عند جميع الاتحاد دلوقتي ماذا عن مابولولو؟ هل سيبقى مع الفريق ام سيقبل الاتحاد اي من العروض اللي بيتلقاها؟ والله بص، الموضوع طبعا اتقفل تماما واتحسم بتصريحات الاستاذ محمد امبارح ان مابولولو باقي مع الفريق خلاص. يعني العرض الليبي تم رفضه، وبرضه كان العرض السعودي نفس الوضع. مع انه يعني في ظل الظروف الصعبه اللي احنا فيها، يعني احب نشكر برضه الاستاذ محمد مصلحي ان هو يعني صراحه يعني كان شايف ان الحاجه الفنيه المجلوله بناء على طلب الكابتن طارق العشري كانت اهم جدا من حاجتنا الماديه، اللي على فكره والله كانت يعني هتطير امور كتير جدا. ايوه، ما هو استاذ محمد انا برضه عشان جماهير الاتحاد تعرف حجم ما حدث، ايه ابرز العروض اللي جت من المبلول؟ الرقم يعني اعلى رقم جه المبلول كام؟ عشان يفهموا انتوا ضحيتوا بايه؟ يعني 2 مليون دولار. 2 مليون دولار؟ كامبين رقم ضخم طبعا. طبعا يعني لو اتكلمنا النهارده مثلا ما يقارب حاجه 70 مليون جنيه. بالاضافه كان في عرض تاني ان هو مليون دولار اعاره من نادي الاتحاد السعودي، وان هم يدونا المهاجم الجزائري بتاعهم لمده سنه، مع انه مع دفع الراتب بتاعه على نفس الفتره يعني. كمان ده الموضوع برضه كان عرض كويس. طبعا جدا. بس طبعا تمسك مجلس الاداره وكابتن طارق بيقولوا كان هو اللي فرض رايه في النهايه. لا هو لعيب كمان، لعيب مهم يعني، هو تقريبا افضل اجنبي دلوقتي كمهاجم في الدوري المصري. فكره انك تبكي عليه اصلا دي لوحدها صفقه، لوحدها صفقه جديده لوحدها يعني، انك تعرف تبكي عليه. طيب ماذا عن ابراهيم حسن؟ هل ابراهيم حسن مستمر مع الاتحاد ام سيرحل عن الاتحاد؟ والله ابراهيم حسن يعني هو في الفتره الاخرانيه طبعا احنا النادي عرضه للبيع. ابراهيم حسن نجم كبير ولعيب كبير واعلى خلقه يعني، لكن هو الموضوع اختلاف في وجهه النظر الفنيه بينه وبين الكابتن طارق العشري. يمكن الكابتن طارق شاف ان طريقه واسلوب اداء ابراهيم مش هيناسب الطريقه اللي هو هيلعب بيها. فبس هو ده يعني الموضوع، فاحنا مستنيينه، وفي جات له عروض انديه من ليبيا وهنا من الدوري المصري. يعني اعتقد المواضيع هتحسن في القريب يعني قبل غلق باب الخطيب. يعني هتبيعوا ابراهيم حسن خلاص، ده قول فاصل. والله يعني ده اللي موجود. ده خلاص، ده بقرار الجهاز الفني. انا بقى بس بتاكد ده قرار الجهاز الفني. طيب استاذ محمد، في ظل الاوضاع في الدوري المصري وحجم الاموال التي تنفق في الدوري المصري وعدد كبير من الفرق قادره انها تدعم بشكل قوي جدا، تصورك لشكل الاتحاد او طموح الاتحاد للموسم الجديد هيكون ايه؟ والله بص، يعني احنا زي ما انا قلت لك يعني مع المجهود الكبير بيعمله كابتن طارق، ومع الميكس اللي يمكن السنه دي عملناه لعيبه الدرجه الثانيه مع اللعيبه الافارقه، يعني احنا تقريبا كده عندنا 8 لعيبه افارقه، منهم تقريبا 4 تحت السن، مش تحت السن يعني اللي هم الصغيرين يعني. فالمنظومه دي يعني مع اللعيبه الشباب 2003 اللي الكابتن طارق تولاهم، لا يعني انا شايف ان الميكس ده يعني لو الدنيا التوليفه اتظبطت ان شاء الله مع المجهود اللي بيعمله الكابتن طارق ان شاء الله هيبقى في حاجه كويسه السنه الجايه ان شاء الله. يعني ده املنا في ربنا، وده اللي احنا شايفينه يعني.
يعني دي الرؤية اللي باينة، لكن كل حاجة في الآخر توفيق، توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي هيحسم القضية يعني. بالتأكيد. أستاذ محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.